أكد وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود أن اندلاع 50 حريقا في نفس التوقيت يعد من المستحيلات، مشيرا إلى أن الوزارة سوف تباشر التحقيقات وأن الدولة سوف تتكفل بعلاج أضرار الحرائق. في الوقت نفسه أكد محافظ الغابات الجزائرية يوسف ولد محمد أن الحرائق التي اندلعت بعدد من المناطق سببها هو عمل إجرامي لا يمكن أن تكون لأسباب طبيعية. وقد أسفرت حرائق الغابات التي اندلعت بمناطق عدة في الجزائر عن مصرع 14 شخصا، وتشهد البلاد حرائق غابات سنويا، حيث أتت النيران عام 2020 على نحو 44 ألف هكتار من الغابات. يواصل رجال الإطفاء في جزيرة إيفيا اليونانية جهودهم لمنع حريق هائل من الوصول إلى مدينة إستيا التي يقطنها آلاف السكان. وأتت الحرائق على آلاف الهكتارات في إيفيا ودمرت مئات المنازل، وتم إجلاء أكثر من 2700 شخص عن طريق البحر. وتشهد اليونان موجة من الحرائق الضخمة منذ أسبوعين بسبب الجفاف وموجات حرارة مرتفعة، وقد أسفرت حتى الآن عن مصرع شخصين وإصابة العشرات. قال وزير الداخلية النمساوي كارل نايمر، قال إن بلاده تكثف جهود المساعدات لمقدونيا الشمالية واليونان لمواجهة أزمة حرائق الغابات في البلدين، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة لتعزيز الإغاثة الدولية ضد الكوارث الطبيعية. وأكد الوزير النمساوي إرسال نحو 157 من رجال الإطفاء النمساويين لمكافحة الحرائق في البلدين باستخدام 49 مركبة. وأضاف الوزير أن مساعدات النمسا ركزت على حماية العديد من القرى والبلدات الصغيرة في مناطق الخطر.